زعلتي او حسيتي بغضب كبير لما الاستاذ الكبير طبعا القدير محمود حميدة زعل من موضوع التتر بتاع والاسامي التتر في فيلم هارلي؟ لا لا خالص، على فكرة انا واستاذ محمود مشكلته مش معايا خالص. اولا انا بحب استاذ محمود حميدة جدا جدا جدا، وهو بيحبني جدا، وانا مبسوطة ان انا اشتغلت معاه وتعرفت عليه يعني خالص. وانا ماضية الفيلم ده من زمان جدا، من هو بيتكتب، ولما بمضي دايما اي عمل بتفق على اسمي في المكان اللي انا شايفاه انه مناسب ان يتحط فيه. واتفاقات استاذ محمود ما كانش لها علاقه يعني مشكلته ما كانتش معايا انا خالص، على فكره خالص. استاذ محمود انا اتشرف ان انا اشتغل معاه، وبالعكس ما عنديش اي مشكله ان استاذ محمود يتكتب قبلي. يعني أمال المشكلة الناس دي هو ناس مهمه، وانا مبسوطه ان انا اشتغلت معاه، والشغل معاه بالعكس يكبر. يعني أمال هو زعل ليه ساعتها؟ هو اتفاقه كان حاجة تانية خالص، يعني هو نزل العقد وقال مشاكله فين، وانا كلمت انا وهو، ولا خالص بالعكس مشكلة مش معايا خالص. كانت مع مين؟ كانت مع جهة الانتاج. جهة الإنتاج في إن اسم مثلا محمد رمضان اتكتب الأول؟ لا ما هو ده فيلم محمد رمضان، فطبيعي أمال ان اسم المشكلة كانت محمد على إيه؟ رمضان يتكتب الاول، يعني هو بطل العمل يعني. بس المشكلة يعني المشكلة كانت مع شركة الإنتاج مش معاكي أنت خالص، خالص ما خالص كانش في أي مشكلة معاكي أنت خالص. خالص. طيب هو يعني كان لازم يحصل اتفاق، وكان لازم يتقال مثلا في اماكن كذا، طب يعني كان لازم يحصل يوصلوا الحاجات لكل الاطراف، ده ماشي. ما حصلش. امتى بتحسي طب انك غضبانة؟ امتى ممكن نقول ان انت وصلتي لقمة غضبك؟ مع انك شخصية هادية، انا عارفة انك شخصية في العموم شخصية هادية ومسالمة، امتى حسيتي بالغضب؟ بحس بالغضب لما بحس بظلم او عدم عدل، ده بيضايقني، الظلم دايما بيضايقني. امتى اخر مرة حصل؟ امتى حسيتي انك اتظلمتي اخر مرة؟ يعني مش اتظلمت، بس لما بتتصدمي شوية في ناس تبقي فاكرة ان هم كويسين، وبعدين تلاقي ان مش زي ما انت فاهمة. يعني احنا مثلا كان عندنا في فترة من الفترات أزمة في حياتنا معروفة، على قد ما هي كانت أزمة، على قد ما الوقت ده عرفنا حقيقة ناس كتير جدا حوالينا، حقيقة مين اللي بيحبنا بجد، ومين اللي مش بيحبك، ومين اللي عامل نفسه بيحبك. ساعة أني مشكلة وكان في مشكلة حصلت على مسلسل معين وحصلت ساعتها هجوم كبير قوي وكان في ضجة ناس كبيرة. طلعت تتكلم تهاجم علشان تاخد ترند، في ناس كانوا صحابك وعاملين نفسهم صحابك وبيحبوكي جدا، وعشان ياخدوا ترند يطلعوا يشتموا فيكي بدون أي مشكلة، بدون أي حاجة كده out of nowhere. انت بتلاقي حد طلع يشتمك عشان ياخد ترند،